السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معنا زيها. كنبغي نشكركم بزاف بزاف، والناس الجداد معنا مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف لانضمامكم للقناه. واللي مازال جديد مرحبا بك، اشترك معنا الى عجبتك القناه من طبيعه الحال. وقبل ما ندوز للفيديو هذا نبغي نشكركم كلكم، وفي نفس الوقت نقول لكم سمحوا لي بزاف، والله ما قصدت انني نبكيكم. تصوروا اي كومنتير قريته صراحه تاثرت، وتصوروا انا تاثرت بعد الفيديو اكثر، لانني انا صراحه من النوع اللي كيكمح الجماح ديال الحزن ديالو ولا شي حاجه فيا. انا من النوع اللي ما كنبغيش نخرج هذيك الطاقه السلبيه ديالي لاي واحد. عندي شي حاجه ضراني في خاطري ولا سميتو ما كنبينهاش، راه شفتو قاعده في اللقطه اللي تصيفطت مع بناتي، ضاحكه معاهم حتى لاخر اللحظه، وخا ديك الساعه هما بلي مشاو ورجعت للدار بقى فيا الحال بزاف، وعارف غادي تكون مده طويله ما غنشوفهمش، وبزاف تخربيق والسيستم غيتبدل وداكشي، ولكن ما كنبغيش نبين ليهم، خصوصا ولادي ما كنبغيش نخرج داك الحزن اللي فيا ولا شي حاجه ونرسلها ليهم. لا من هذه من جهه، من جهه اخرى بالعكس انا فرحانه بان الاب ديالهم قعد الكلمه ديالو من نهار سينا معايا طلاق للشقاق، ماشي للشقاق، طلاق الاميابل، ديفورس الاميابل، قعد الكلمه ديالو. دائما كيجي يدي الاولاد ديالو، ما عمرو ما ما ماشي مره قال لي ما نجيش ديهم ولا شي حاجه. يعني من نهار طلقنا من 2015 لهاد اللحظه يعني كلمه حق، يعني دائما كيجي يديهم في القيته وفي داكشي اللي مكتوب في الطلاق. يعني حتى في الطلاق كنكتبوا شحال هو يديهم، شحال انايا نشدهم كنريسبكتي وداكشي. بالعكس انا فرحانه، فرحانه بانهم باقي عندهم الكونتاكت مع باهم، فرحانه بانهم كيمشيو كيعيشوا مع باهم، واخا راه صعيبه خصوصا في سميتو كتقول، ولكن انا ماشي انانيه، انا ماشي انانيه، خدينا واحد القرار اللي هما ما عندهم حتى شي دخل فيه. هما ماشي سوقهم، هما ماشي سوقهم انهم باهم وامهم تفارقوا ولا سميتو باش هما يدفعوا الثمن. بالعكس انا متحمله القرار ديالي، وبالعكس كيعجبني الحال بلي كيمشيو عنده وكيكونوا الكونتاكت مع باهم، وكيجيو يعاودوا لينا شنو درنا واش دار لينا وهذه. ايوا جينا بدينا الخدمه. دابا اول حاجه هي نخويو هاد المخدات هادو اللي كنظن الكثير منكم كتجيهم صعيبه هاد القضيه، ماشي صعيبه ولكن كطل شويه فيها الخدمه، طيح الكتاف، وتاف بالنسبه بلي كيتصبنوا وكتعاودي ترجعيهم ثاني كيطيحوا لك الكتاف، راه جر راه خرج شويه، كتكون هاد المرحله هادي كطيح الكتاف ولا لا البنات. مهم انا حيدت خويت المخاد، غادي نحيد حتى هذوك الطلامات، ومن بعد ندوز للمرحله انني نديرهم يتصبنوا. دابا نبدا الصابون، درت تلميطة زائد جوج مخدات زائد مزود، ندير هادو وعاد ندير الاخرين في الماكينه. المهم كتهز ليا كاع هادشي، خاصني على الاقل ثلاثه الماكينات ولا اربعه ديال الصابون باش نصبن هادو. المهم نخليهم يتصبنوا، ومن طو غادي نشطب قدام فلاتيغاس، نشطب باش نحك هاد الزربيه هادي، وهانتوما معايا. ودابا دست نحيد هذوك المخاد، نديرهم فوق العواد ولا فوق البونجا باش نحاول نجر هذيك الزربيه. صراحه ما قدرش نجر العواد نحيدهم لانهم هادو تقال تقال بزاف، تقال بزاف، ومبغيش الريسكي نجرهم، فهمتوني البنات؟ يعني شويه مع الحمل وداكشي صعيب باش تجري شي حاجه ثقيله ولا تهزيها، ممكن في اي لحظه يوقع لك تفاعلات ولا مضاعفات، اي مضاعفات
ايوا قلت نحيد غير بعدا غير طابي ونشطب من هنايا ونجفف، وداك الشيء ماشي مشكلتي، يجي حمزه ويكحزهم معايا. ودابا خرجت الزربيه ديالي لاتيغاس، غادي نحطها فوق هاد الكرسي هذا لانني خصني نشطب التيغاس ديالي. راه واخا نشطب نبدا نشطب النهار كامل، عندي واحد الداليه كتبقى طيح ليا في الورك، يعني واخا نشطبو واخا نجفو واخا ما معرفش ندير، ضروري هذاك الاوراق ديال الداليه كيبقاو يطيحوا. وخاص تشطب اون بيرمانونس. المهم دابا غادي نشطبها بعد على الاقل باش نحك الزربيه ديالي، وديك الساعه ماشي مشكله طاحوا الاوراق ولا شي حاجه، هانيه هانيه. المهم هاني كنشطب كما كتشوفوا، ومن بعد نبداو الخدمه. المهم دابا نقيت السطح ديالي، غادي نفرش هاد الزربيه هادي، وغادي غادي نرطبها بالماء، غندير التيو ونجيب حتى السطل، حتى هوايا التيو والسطل كلشي حاضر. ايوا البنات نبداو دابا الخدمه. المهم هذا ما بغاش يدوز ليا الماء بزاف، ما عرفتش علاش. المهم عمرت السطل ديالي وخليته هنايا، المهم باش يرطبها ليا مزيان. شيت الراعي الرسمي اللي حكان الزربيات، غادي نرطبها مزيان وغادي نحكها بهذا الصابون دو مارسي زوين. وباش غادي نحك الزربيه ديالي غادي نرطبها مزيان. وهنايا خلطت الصابون ديال مارساي مع الماء، نص طل ديال الماء، حتاش الزربيه ديجا راني رطبتها مزيان. هاد الصابون ديال مارساي زوين، فيه رائحه زوينه، وانا متعوده نحك به الزرابي ديالي، كطلعهم زوينين ونقيين زعما كيخرجهم، وكتبقى فيهم واحد ريحه زوينه. المهم كشكشتو مزيان كما شفتو معايا، قلب وعاود شقلب. ودابا هاني كنحك بهاد سميتو هاد الشيتة هادي، هي اللي كتبرد ليا قلبي صراحة. وبدينا الحكة، راه مرة كنتكى على ركابية لأنني بعض المرات راكم عارفين بداية الحمل كتكون واحد الصخفة كتجي مرة يعني مرة كنحك واقفة، بعض المرات كنعيا كندير ركابية. مهم هاني ماشي مشكل. ودابا بلي حكيتها مزيان، راه غير دوزت لكم فيديو مزيان مي راه قعدت عليها حكيتها مزيان. دابا غادي نبدا التشلال. التشلال بديتو من ديك الجهه حتى لهنايا، المهم كنخوي وكنضرب بشيته باش يتحيد هذيك الكشكوشه. على هذا الشكل هذا مضاربه مع التريكو ديالي. ايوا هذا مكان. المهم طلقت عليها الماء مزيان باش تنقى مزيان من هذيك الكشكوشه ومن هذاك الشيء. المهم الماء كيبان ليا طالع ابيض، يعني راها ما بقاوش فيها الاوساخ. ها هي البنات ساليت هذه، غسلتها، المهم حكيتها وشللتها وعذبات اللي بتلحرم في المنشير مع بقى ثقيله، وخا خليتها شويه تسقطرات كانت ثقيله، حتى طلعت فوق واحد الكرسي وهزيتها وعاد درتها فوق الحايط. ودابا نخليها تنشف. المهم عندنا حنا الجو اليوم كاين الريح، مي الجو ما بيش سخون. ايوا دابا غادي ناتاكي هاد الصغيوره هذه اللي كنديرها تحت الطبله تاع سالا مونجي، كنديرها تحت الطبله حتى هي توسخات ليا. انا يعني خليتها ترطب ودابا غادي نحكها بالصابون ديال مارساي، ومن بعد ان شاء الله نمشي ندير الطويجين ديالي. وخليكم معايا، راه الفيديو مازال باقي ما تقاداش.
ودابا راني دست الزربيه الصغيره اللي كنديرها تحت الكراسه والطبله اللي كناكلو فيها. علاش؟ لانني عندي واحد الكراسه عندهم الحديد لتحت وكيديروا واحد الصوت في الارض اللي انايا صراحه كيشوك ليا رحمي، ما كنحملش هذاك الصوت نسمعه. المهم امال انايا كانوش كيديروا الصوت، ما نديرش لهم كاع الزربيه باش يجيني بالزربه نشطب تحت منهم، لكن مادام كيديروا هذاك الصوت درت لهم هذه الزربيه هذه. وهاني دابا كنحك فيها دائما بالصابون ديال مارساي. المهم الحك كان كيبان لكم بالزربه، ولكن راه فيه الخدمه البنات فيه تمام. ودابا البنات غادي نضرب هالسطح بواحد السيقه، السطح يعني الكيغاز ديال اللي قدام الباب غنضربها له بواحد السيقه، لانني كما قلت لكم هاد البرودوي هذا ديال ليدر راه واعر والله حتى واعر، فيه جافيل وداكشي بحال داك بحال دابا هاد الكراسه البيضين وهذا، غير ترشي عليهم تخلي واحد شويه نيكال كيخرج داكشي زوين صراحه. بالنسبه للناس اللي كيمشيو ليدر هذا راه خطير زوين، نخليها كي اجي هنايا ونمشي انايا. ايوا دابا جيت الكراسي ديالي كنرش عليهم هاد البرودوي هذا، كنخلي شويه ياجي مع رصاصو. ايوا دابا ضربت عليهم بحكه بهاد الشيته هادي، وداك شويه ديال الصابون اللي بقى هاني خويته قدام هذا قدام الباب وداكشي باش نصيق قدامه. ايوا كيف كيف غتشوفوا معايا دابا نكمل السطح نحيدو. البنات جيت ندير الطوجين ديالي، بدلت عليا السروال لانه مفزق عليا. كنت درت الزعفران 20 دقيقه تذاب ليا هنايا الزعفران الحر. غادي ناخذ غير النص ديالو ونزيد عليهم التوابل الاخرى. هادشي فنغرق اللحم وغادي نخليه واحد 20 دقيقه يترقد في هاد الصوص هادي اللي غنوجد ليه. كاين هنايا سكنجبير سكنجبير، كاين الابزار، وكاين الخرقوم، وكاين واحد شويه من ضامه البنه، وغنزيد الملح. كلشي هادشي نخلطوه هنايا ومليحه. شوف هذيك ضامه البنه نمعسها. ودابا غادي نجيب اللحم ديالي
نخلي هنايا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه يشرب هاد التخليطه اللي درت ليه، هاد لاصوص اللي درت ليه باش يجي لذيذ. وندوز نقرد البصله اللي غنحتاج، هاني البنات خلطتو في التخليطه هادي، غادي نخليه يشرب مزيان القوام كما قلنا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه وهاني معكم. ديروا الزيت البنات، اللي عندها زيت العود دير زيت العود، يعني زيت الزيتون. ونديروا البصله، ما خليش الزيت يسخن ماشي مشكل، ونزيدوا معها واحد البصيله محكوكه. هاد الطويجين كيبغي البصله البيضه احسن من الحمراء، وكنخليه شويه يتقلى. عاد نزيد اللحم ديالي اللي كما قلت لكم خليته 20 دقيقه، ومن الاحسن تخليوه نص ساعه، مي انايا خليته غير 20. ها هي البنات تقلات لينا البصله، نزيدوا الحمض ديالنا، ونخليو هادشي يتشحر، وهذا نخليه حتى البلاتي شويه. المهم نخلي هادشي يتقلى حتى البلاتي شويه، عاد نزيد هذاك الماء ديال الزعفران اللي بقى ليا، وهاد شويه هذا حتى هو اللي شاط، وما نساوش عويدات ديال القرفه. المهم كما كتشوفوا معايا البنات قلبت الحيمات هما اللي كيطيبوا، ودرت عويدات تاع القرفه ها هو معايا، وغنزيد هذاك الشيء اللي بقى، ها هو خلطت داك الزعفران اللي بقى، ونخلي هذا الشيء يطيب خالص. دابا البنات جا وقت العصير، الشلاضة ديجا درتها والشلاضة العادية، ودابا وقت العصير فيه الليمون، فيه الباربا، وفيه خيزو محكوك، فيه السكر، كل واحد يدرس الحلاوة اللي بغى، زائد الماء بارد. البنات هذه هي الطبيله اللي وجدت للزوج ديالي، هاد الوريده هذه هو اللي جابها ليا، هذه كيلكو جوغ، وها هو يا طاجين باللحم والبرقوق وزوقته بالبيض. هذا هو العصير ديالي راه بارد، وهذه هي الشليضه ديالنا، بصله ومطيشه وسميتو Wish I could get through to you, don't know what to do to ya. Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep, we are not talking to me. Got me so